السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة منوعة فاطمة. نتمنى ربي يهلا يلقاكم صحة جيدة إن شاء الله في حول الله. اليوم غنشارك معكم الفيديو ديال السفر ديالي من أمريكا إلى بلدي الحبيب المغرب. أنا كما كتشوفوا أنا باقا في أمريكا، خرجت من الدار، المطار أنا قريب ليا الدار، حنا شادين طريق ديال المطار إن شاء الله، وغادي نشارك معكم السفر بكل التفاصيل. غير الفيديو غيجي طويل شي شويه، وغادي نقسمه الى جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. كما قلت لكم الطريق الى المطار، مطار مينيابوليس او مينيابوليس، ولايه مينيسوتا، الولايات المتحده الامريكيه. وغادي كما قلت لكم غتشوفوا جميع المراحل اللي دزنا منها، من الجمارك الى اخره. هنا وصلنا للمطار، اول حاجه درناها هي عبرنا الباجاج ديالنا باش ما نحلوش الا دخلنا لداخل، باش يكون كل شيء ناضي على برا. هنا كنعبروا الباجاج ديالنا، من بعد عاد كندخلوا هنا لداخل. هنا اول حاجه كنديروها يعني كندوزوا من هاد الجيشي هذا، باش يسولوك الاوراق الى اخره. راكم عارفين كتعطيه الباسبور، كيطلع لك التيكيته ديالك الى اخره. هنا الجمارك، وما ادراك ما الجمارك. ملي كندفعوا الباجاج الى اخره كندوزوا من هنا. هنا راه دزنا كنلبس صباطي حاشاكم اعزكم الله. صافي ملي دزنا من الجمارك، راه كتعرفوا كتحيدوا الصمطه، تحيدوا المكانه، كتحيدوا الاجهزه الالكترونيه، كلهم كتخرجوهم كتحطوهم كيدوزوا في الديوانه. البولز يعني الشنط الصغيره والساك امان، كل شيء كيدوز في الديوانه. صافي كندوزو، من بعد كنمشيو للتيرمينال اللي عندنا في التيكيته اللي غنركبو منه هنا لداخل ديال المطار ديال مينيابوليس. الناس اللي ساكنين في مينيابوليس او مينيابوليس راهم عارفين هذا المطار. صافي كندوزو كما قلت لكم بالجمارك، كلشي كيدوز بخير وعلى خير الحمد لله. صافي كنجلسو نتسناو الموعد ديال الطائره. حنا صراحه جينا بكري باش نساليو الجمارك وديك التماره ديالها كلها، باش يبقى لك الوقت باش ترتاح. هنا وصلنا للتيرمينال اللي غنطلعوا منه او اللي غنركبوا منه. هادو كاملين كيتسناو. في هذه اللحظه خلينا واحد الساندويش ديال تونه الساندويش، وهذا هو المطار. غير واحد الجهه ورا مطار كبير، انا صورت لكم غير واحد الجهه. ترتاحينا وكلينا الساندويش ديالنا. عاد درت لكم هذه الدويره، هذه الخفيفه، هذه هي الطياره اللي غادي نمشيو فيها من شركة دلتا. الرحله غادي تكون انطلاقا من مطار مينيابوليس في اتجاه مطار شارل دوغول في باريس. صافي هاد اللحظه هادي كنطلعوا في الطياره كما غادي
تشوفوا معايا، درت لكم غير لقطات لقطات. هنا صافي غادي نطلعوا وغادي تنطلق الرحلة بإذن الله في اتجاه باريس، يعني 8 السوايع، يعني بين السماء والأرض 8 السوايع ولا 7 السوايع ونص معلقين في السماء. مشينا بالنهار مع 4 العشية، وصلنا باريس مع 8 و4. كاين واحد ديكالاج، نورمالمون كنا غنركبو مع 4، كاين واحد ديكالاج ديال ساعة، الطيارة ما خرجت من مينيابلس حتى 5، دونك ما وصلنا باريس حتى 8 و4. من المفروض كنا غنوصلو مع 7:30 ديال الصباح، ولكن الحمد لله الخير فيما اختاره الله، الحمد لله ملي وصلنا بخير على خير. صافي هنا ركبنا، المضيفة أول حاجة كتعطيها ليك، كتعطيك السانيتايزر يعني باش كتمسحي يديك وإلى آخره، وكتعطيك ليزيكوتور اللي كنقولي لهم حنايا، وداك باش كتغطي عينيك إلا بغيتي تنعس. بالنسبة للناس اللي كينعسوا، أنا ما كنعش الصراحة، كيدينيش النعاس، أنا لا في الطيارة لا في الكار لا في الدحش كنبقى صاحية حتى كنوصل. هنا غادي نسجل لكم حتى الانطلاقة ديال الطيارة كما كتلاحظوا معايا، واخا كتجي شي شويه صعيبه هاد الطلعه هادي. هنا صافي طلعت الطيارة، وكتشوفي داك الفيو، سبحان الله العظيم، بحال اللي كتشوفو في جوجل ماب تماما. هنا مازال ما طلعت الأجواء العليا، باقا في الأجواء السفلى هكا، كتشوفو دابا مينيابلس كلها. فهاد اللحظه بدات كتطلع الاجواء العليا شويه بشويه. هنا من طبيعه الحال في الطياره ما كتجلسيش غير هكاك، تقدروا تشوفوا السفر ديالكم او الرحله ديالكم كلها، كيعطيكم كل شيء التفاصيل، ولا ما بغيتيش تشوف التفاصيل ديال الرحله كتشوف الافلام، اي نوع من الافلام كتبغيها، سواء الافلام الوثائقيه او الافلام السينمائيه. نرجعوا نشوفوا هذا المنظر الرائع من الطائره او من الطياره.
بعد مرور تقريبا ما بقيتش عقله واش ساعتين ولا 3 سوايع، هذا هو العشاء. كيديروا الدجاج يعني بالبطاطا، يعني البطاطا لا بوري، ولا كتاخذ، انا كناخذ، كنفضل ديما ناخذ الحاجه اللي ما فيهاش اللحم، على ود حاجه ما كتكونش حلال كنفضل ناخذ. خديت انا الرافيولي او الباستا معمره بالجبن، ومعها واحد شلاضه يعني ديال الكسكس بالفلفله والفورماج والقرع الاخضر صوتي، بالاضافه الى كيعطيوك اتاي ولا القهوه، كيعطيك واحد المورسو ديال الشوكولاط ولا ديال الكوكي كما كتلاحظوا معايا. الاضافه الى المشروبات اللي بغى العصير ديال البرتقال او المشروبات الغازيه، انا ما كناخذهم الصراحه، كنفضل الماء، كيعطيوك الماء. في الاخير كتاخذ كما قلت لكم القهوه ولا اتاي، هذه اتاي كيسربوا جميع المشروبات، ولكن انا كنفضل اتاي ولا الماء. هنا بدا النهار كيمشي، يعني بدا الليل، دخلنا في الليل. هذه اعزكم الله المرحاض ديال الطائره، حتى هو ما خليتو، حتى هو صورته لكم باش نخليكم في الصوره كلها تشوفوا كاع شنو كيدور في الطائره. هذه هي الطياره اللي مشينا فيها، الايرباص. هذه هي الخريطه اللي كيعطيوك التفاصيل على الرحله، فين وصلتي، شحال بقى، حتى التمبيراتور والحراره او الرياح، كل شيء كيكون مفصل مديطايي باش تكون على علم على اي حاجه كطرى في الطائره او في الرحله. هنا صافي صباح الحال، هذا هو الفطور اللي حطوا لنا. كاين انجليش مافن، هذا كيتسمى انجليش مافن، مع البيض والفرماج او الجبن وشويه ديال الفاكهه. صراحه الفاكهه راه كليت منها قبل ما نصورها، نسيت عاد فكرت راه خاصني نصورها لكم. اوكي، يعطيوك القهوه ولا اتاي حسب الرغبه. هنا كما كتلاحظوا الطياره غادي تبدا تنزل شويه بشويه، كتلاحظوا اليابسه كتبان لكم ماشي بحال الاول. احنا دابا وصلنا لباريس وغادي نهبطوا ان شاء الله بحول الله.
صافي هنا غادي نهبطو، هتهبط الطائرة في أمان الله الحمد لله. عاد عندنا الجرا ياخر في المطار شارل دوغول. وهنا غيكون هذا الجزء الأول ساليناه، إن شاء الله غادي نشوفوا تتمة الرحلة في الفيديو القادم إن شاء الله. ما تنسوناش باللايكات ديالكم والدعم ديالكم مستمر، وشكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تزابيوش كما كنقول لكم دائما، في أمان الله.